السلام عليكم. في هاي الرسبي زاكية، في يعني بتحطيها زي تابينج زي الكول ويب، فأنا هستعمل سهلة كتير بس أول مرة بعملها. بدك 4 معالق سكر، أنا بستعمل هذا لأنه هذا اللي عندي، فيك تستعملي أي سكر عندك إياه، مش ضروري هذا، بس هذا الوحيد اللي عندي. بتحطي 4 معالق، إن شاء الله يبقى زاكي زي ما أنا زدت هاي لأنه الثانية نقصت. 4 معالق سكر، وهاي أزكى قهوة، إذا بدك قهوة زاكية إنستن هذه بتحطي 4 معالق. يعني شو هالزكاوي هاي بصراحة، يعني it's delicious already. وبتحطي 4 معالق مية سخنة لنشوف آخرتها، بس هذا إشي بيبقى تابينج على قهوة على إشي. هاي 4. هلا بدنا نضل نخلطهم. بدك تخلطيهم تقريبا 5 دقائق او حتى ما يجمد. شايفين هاي لنا دقيقة تقريبا، شوفي كيف صارت. وهلا راح اكمل كمان 4 دقائق، حقعد 5 دقائق. شايفين كيف قاعدين لسنا هلا دقيقتين، يعني بتصير ويب سوفت. يومي يومي، شايفين شو الاختراع هذا. هلا وانت قاعدة ماشيها بنكمل كمان دقيقة. السلام عليكم. شايفين يامي يامي، شايفين يعني ويبت كوفي، هذه اسمها ويبت كوفي. سي بس بتضلي 3 دقائق على الحالة. هلا كيف بدك تشربيها ولا تاكليها، ولا بتحطي الحليب وبتحطيها على طب الحليب او على ايس كريم ولا ايس كوفي، بتبقى ممتازه صراحه. And look at this, it's free you guys. Enjoy. السلام عليكم. شايفين شكلها زي اكسبريسو كوفي، very delicious you guys. Enjoy. احلاها شايفين، انا مبسوطه صراحه. هذه زي اكسبريسو كوفي، يعني لو تحطيها مع الحليب هيك بصير طعمها بالضبط زي الاكسبريسو. واذا بتحطي كمان معاها كول ويب، يس او ماي جودنس، يس سي اني تيك سم اوف ذس اني بري او كوفي لافر. Enjoy. السلام عليكم. اورجيكم كيف تستعملوها الكوفي. هذه ويبت كوفي، يعني زي 911 كوفي، زي داتش بروز كوفي، زي اللي بدهم مزاج كوفي. هي سو بتحطي حليب وايس، وحياة الله يو جونا لاف مي يو جايز. خليكم تصحوا وتتعبدوا في الليل، ها تهجد تو ذا ماكس. شايفين بتشيلي منها هذه هافي كوفي يامي. This is delicious. You guys, you're missing it. وباخذك 5 minutes to do it. إذا عندك كول ويب حطي كول ويب معها واخلطيها، بتصير زي الإكسبريسو كوفي. Use أصبعك. يامي يامي يامي. Delicious guys. You will love this. كل يوم حعملها، ميعاد الفطور خلينا نصحى. ترى راسي بوجعني، شربت شوي لأنا صاحية. يوم يوم. سي. هلا بتحركيها بتصير كلها ايس كوفي، بس مش ايس كوفي، ايس كوفي اللي ريل ايس كوفي. بليز جربوها. Delicious guys. You guys have to try this, it's delicious. See? Real coffee. And they call it whipped coffee. 3 ingredients: coffee, sugar, water. Enjoy!